يلا قوام كبيهم بالزبالة يلا بتصيروا عامل نظافة ليوم كامل. حتى فكرت حياتي يا عمي حبشة. لا خليكن تحرموا تكبوا شغلة بالأرض أنا بفرجيكن. لك يا أولاد يا أولاد بتروحوا على الحديقة؟ ايه خالد عم يستناكن تحت وقال لي مشان تلبسوا وتجهزوا حالكن وتروحوا على الحديقة. بس طبعا أنا بدي أروح معكن مو إنه بدكن تروحوا لحالكن، بس أول شيء أنتوا بتسبقوني لتحت وبعدين أنا بلحقكن. ماما وصلتي المصاري نشتري أكلات؟ بدكن مصاري؟ لا ما بقى بدي. ماما الله يوفقك. ما بدي خلاص بطلت الشغلة كلها ما بقى بدي. لك عم بمزح معكن، خذوا روحوا اشتروا أكلات وانزلوا سبقوني على الحديقة. تمام؟ تمام يلا. رايحة ألبس أغير لبسي وأطلع. أنا كمان دارو ألبس. يلا رايحة الحديقة. بس البسوا بسرعة قوام لأنه خالد عم يستناكن تحت على السريع. ماشي. يلا قوام قوام قوام. أوف وهي بعد ما راحوا الأولاد هلأ رايحة هيك أضب لي كم شغلة بهالبيت وبعد ألبس وأطلع أروح لعندن. بايدة أفتح العصير بقى مع كباب زبالة. هم فتحت الحليب والزبالة لسه دا أم يا كبيت بالأرض. يوي كبيت يوي لك هيك عبيت حالك لك انتبه. أكلتش بس أحسن شيء أكب هاي بالأرض. خليني أكل. هتأكل لقلك كتير طيب صلي ساعة مع بدوقه. خالد ما في داعي تقطع مشوار تروح تكب هاي الوسخ بالزبالة. يعني أكب هاي أكب هاي بالأرض؟ إيه كبون. لا إيش نقطع مشوار؟ إيه معك حق أصلا في عامل نظافة ينظف ورانا. إيه والله إيه. لك ليش حتى عامل نظافة ما طيب العصير؟ يعني حتى عامل نظافة عشان نحنا ننظف ولا هو أكيد هو؟ إيه أكيد يعني نحنا رح نتعب ونروح نكب الزبالة هو أصلا عادي على طول كل يوم بنظف الحارة. طلعش تبكي شكله مثل الشتوس بس هاد مكسور. هدول مكسورات. يوي في كلب طلع؟ يوي تقرب علي. يوي إيش بتوع الكلب مني؟ كيف تتعب من الكلب؟ ياي منيح ما عدنا الكلب منيح راح الكلب ارتعبت منه كتير كان هون بلزقي يمه. خلصت العصير ما بدي اكبه بالزبالة. ايه برافو عليك احسن ما تروح بتعب لا يخرب الدنيا. بس عجب ماما اذا شافتنا بتساوي شيء. لا ما بتساوي شيء عادي. ايه صحيح في عامل نظافة مستحيل تعصب. من الا هالكلام. ايه لك يا الله وين الاولاد قلت لهم سبقوني على الحديقة. يا ربي وين راحوا هدول مع بلاقيون؟ اوف وين ده يكونوا؟ يا لين يا غيس يا خالد لك وينكن؟ يا الله وين بدهم يكونوا؟ يي كأنه شفتهم؟ يي هدول هنن ياي الحمد لله اللي لقيتهم. لك يا لين يا غيس يا خالد يا الله هدول هنن لك وينكن وينكن؟ لك ليش بركتوا هون؟ مو قلت لكم روحوا لهونيك؟ يا الله قلت لكم سبقوني يا محل الالعاب، ليش جيتوا لهون؟ ما كنا مشتاقين على الاكلان ام قلنا لحالنا نقعد ناكل ايش كم اكله. ايه ايه صحة وهنا. ايه هي صحة وهنا. يلا خلصوا لحتى نروح على الالعاب تمام؟ تمام. لك ياي مين هيك اكل اكلات وكبب بالارض يا عيب الشو؟ مو نحن. لكن مين؟ ما بعرف. غيس هذا انت شي؟ لا. انت خالد؟ لا ما بعرف غريبه مين هيك كبب بالارض ياي يا عيب الشوم. اكيد اكيد هدول اولاد سيئين اكلين وكبين بالارض يا عيب الشوم عليهم. غريبه لازم تعرف ماما انه هي نحن بس رح تاني لانه نفس الاكلات ياي. واذا قلنا لا لماما انه نحن كبينا الزباله اصلا في عامل نظافه. ايه والله كي يا اولاد في قطه هون لك تعي قطقوطه ياي لك ما بتاكل تراكس ما بتاكل يا مستحيل ماما. لك ياي لك ما بتاكل هيك شيء معقول عم تلحظوا اذا حد ولا لك ياي لك ما بتاكل هيك شيء ياي حرام 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 ما بتاكل هيك شغلات وحار عليها لك خلوده اتركها للقطه اتركها خطاي لك ما عم بعمل لها شيء ماما. ايه ببالي عم تعمل لها شيء خطاي بتخاف لانه القطه ياي ما احلاهم العصافير. ايه ده يلا يا اولاد يلا خلصوا اكلات لحتى نروح يلا. خلصت العصير احسن شيء اكله. لك ياي ايش شو هذا الصوت؟ ما بعرف لخالد؟ مين حط العصير هون؟ صراحة
ماما نحن كبينا الزباله مش هنعمل نظافه وينظفها. شو شو مبسوطين على حالكم؟ لكي وانت كمان لكم فرحانين على حالكم؟ تعوا تعوا لأفرجيكم، أنا بفرجيكم، عم تضحكوا مو مفكرين عاملين شغلة كويسة. ايش فيها إذا عمل نظافة هي شغلته؟ ماما لكن ليش حطوا عمل نظافة مو مشان ينظف؟ مشان ينظف قلتلي؟ إيه والله ما من حق إخواتي. ما من حق قلتلي؟ إيه؟ تعوا لأفرجيكم، تعوا لهون، تعوا، أول شي بدي منكم تلمون هدول اللي بالأرض وتكبوهم بالزبالة. ماما ما فينا نلم الوسخ هي مو شغلتنا. ما هي شغلتكم؟ تعوا لهون، تعوا لهون. تعوا لهون، اليوم بدكم تتعاقبوا عقاب كثير قوي. بدكم تضلوا يوم كامل انتوا عم تنظفوا الشارع كله. لا ماما الله يوفقك سامحينا. اسامحكم؟ ما بسامحكم لحتى تنظفوا، يلا لأشوف. يلا انزلي تعي لهون، يلا قدامي. قدامي، هي ارجع زحزح زحزح. الحمد لله هي موجودة المكنسة. يلا أول شي هالدول لموهم بإيديكم، لا بإيديكم، يلا تركية مو هلأ، هاي المكنسة إلى شغلة لحالة بالمكنسة إلى شغلة لحالة. يلا هاي عم نلمهم، يلا قوام كبهم بالزبالة، يلا لشوف، يلا غيس، يلا لموا قوام قوام، يلا كبهم بالزبالة. يلا أنا بفرجيكم هيك عم تساووا. خلصتوا رح تقعدوا، عبقلكم ليوم كامل. امشوا قدامي انت وياه، يلا 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 شيل المكنسه معك لين، يلا شيل المكنسه، يلا خالد حط الاكلات بالكيس. لا محل المتوسخ، يلا امشوا، يلا يلا غيس تعالوا لهون، اليوم بدكم تصيروا عمال نظافه. بدك تلعب مع القطه؟ لا لا خليك تلعب على السوا، تعال هون تعال هون، يلا شيليها، يلا لين عبقلك شيليها قوام. يلا ماما خلص رح ننظف، امشوا قدامي، يلا يلا غيس تعال هون، وين متخبي؟ يلا قدامي قدامي، بالله تمثال قلتلي، يلا لا حبيبتي مو هون، بالله اشو قدامي. تعالوا لكم ده نقي مكان متوسخ، يلا لخليكم تحرموا تعيدوها. ماما ما لقيت مكان انظف فيه، الشوارع كلها نظيفه. بالله الشوارع كلها نظيفه عن جد؟ لا حبيبتي، لا لا هلا هلا بتنظفوا. تعالوا لكم في مليان، اكيد اكيد في اماكن بدها تنظيف. يلا قدامي لاشوف، يلا لو في مكنسه وحده كل واحد بينظف، يلا امشوا لا تخافوا، منكم بينظف بايديه ومنكم بالمكنسه، يلا لاشوف، يلا قدامي. هي وسخ طلع، ياي شايف شقد في وسخ، يلا كنس، يلا قوام قوام على السوا على السوا، يلا بدي الاقي الشارع عم يلمع لمع، انا بفرجيكم. لا ما رح اسامحكم. يا ماما هلا بيتوسخ اغراضي، ليه لبست اشياء حلوه؟ ايه ما حق ما بدي اتوسخ اغراضي، ما دخلني. يلا يلا انزلي تعالي لهون، انت واقفه عم تتفرجي، يلا فضيها فضيها بالزباله. لا لسه في شغل كثير حبيبي، مفكر هيك خلصنا؟ يلا قدامي، يلا روح فضيها بالزباله وتعا كمل، يلا قوام، يلا رايح لين، يلا شيلي هاي المحرمة بالارض. ايه بالمكنسه؟ لا بايدك، يلا خالد عم يكنس، عم يكنس خالد، يلا لشوف تعي لهون. ما بدي ألم الوسخ بإيدي، يلا قوام على السريع. زعلت منك عقاب، معاقبين انتو ايش مفكرة؟ ايه ايه شيليها شيليها، روح شيل هاي 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 هاي، قوام كبها بالزبالة، يلا غيس. ايه ايه يلا ايه ايش رايك اخليك بكرة كمان ترجع تنظف؟ لا لا التوبة التوبة رايح ماما بعد. يلا قدامي قوام انا بفرجيكم. لك انتي لسه ما لمتي الوسخ اللي قلت لك عليه؟ لميهم يلا على السريع قوام قوام، انا بورجيكم، يلا ما في شيء، يلا كبيها بالزباله قوام، يلا انتبهي لين، سياره سياره ديري بالك، يو يو اجت سياره، يو الله لك تعمل، نحن عم نضيف، يلا نظف من تمساكت، يلا غيس، يلا يلا حاضر، يا الله منك بقول عامل نظافة هيك بيتعب. يا الله حلتي شو على العالم هاي، ما ما بحس وسخ ولا شيء، شو هذا عم كب وسخ بالارض، ايش هالناس هاي؟ لك يا الله مين عم زد هيك؟ لك حاجة زدته بالبلكونة والخايب عليكم، لعنة شو هاد؟ كمان في عني لك مين تشلف مرة تانية؟ أنا بطفوه ليه؟ ما بيشلفوه؟
يا ماما نعرف ظهرنا نحن عم ننظف. يلا كملوا لسه. انت وين واقفه؟ يلا قوام كمل. يلا تنظيف لسه ما خلصنا. لا خليكم لاخر الليل ليوم كامل. انا بورجيكم شيل الوسخ. يلا يلا قوام قوام. يلا يلا بدكم تنظفوا الشارع. يلا غيث كنس هدول هدول وسخايات. يلا يلا قوام برافو عليكي كبيهم بزباله. يلا قوام كبيهم بزباله. يلا بدكم تصيروا عامل نظافه ليوم كامل حتى تعرفوا شلون تعملوا هيك. يلا قوام غيث لا تدقر بالحاويه. يلا فضيها بقلبها لين افتحي له اياها انت باجرك وخلي غيث يفضيها. يلا قوام يلا تساعدوا مع بعض. يلا يلا ايه ايه ارفعي له اياها وخلي يفضيها. يلا لشوف. يلا غيوسه يلا فضي الزباله بقلبها. ايوه ايه ايه برافو برافو برافو. ايوه شاطر. يلا يلا يا لك شوف كنس هون. يلا لك يا الله لك حاجة. يلا كمل عم بقلها. الله عمري الواحد. يلا ايش عم بتقول؟ وانتوا ايشو هلا اللي عملتوه؟ اه عم تاكلوا بتكبوا بالارض. شفتوا شلون صعبه؟ شفتوا شلون عامل نظافه شلون بيتعب؟ عم تاكلوا بتشرفوا في الارض مو؟ والله يا ماما ياي صاروا ايديكم كلهم وصاخ. ياي صار بدكم حمام بس مو هلا لتخلصوا. يلا قوام يلا على السريع. يلا لين خلصتي؟ يلا فضي قوام. يلا خالد يلا لحدا يوقف. تعبت انا مرضت ما دخلني. يلا كملوا. يلا لينو قوام قوام. يا الله يا ماما بستحي اكنس قدام الناس بالله. بس نلعب بالحديقه جينا ننظف بالله. عم تستحي قدام الناس بس ما بتستحي تاكلي وتكبي مو؟ كسرت. ما دخلني. يلا كملوا قوام شغلكم على السريع. ها احسنكم. يي يي انتبهي لينو انتبهي. لا لا لسه في لسه في شغل لقدام. يلا هلا هون منطلع دقيقه. خالد طلع في هون وسخ. يلا بالارض شيله. يلا يلا لنشوف. خالد خو هذا الكيس هون وسخ. خالد تعال هون طلع في هاي هون هاي الطاوله ما بعرف مين شايلها. روح شيلها وكبها بالزباله قوام. يلا لنشوف. لهالدرجه يشيلوا طاوله؟ ماما كتير شيلوها كلياتكم. يلا لين تعاونوا سوا. يلا لين اتركي المكنسة من ايدك وشيلي مع اخوكي. يلا لشوف. يلا شيلي مع اخوكي. يلا يلا كبيها بالزبالة. لينو لينو انت شيلي هاي معه. انت شيلي هاي كبيها بالزبالة. يلا لشوف شيلي هاي. ايه ايه شيلي هاي وتعي ساعديهم. لا شيليها بايدك بايدك ما بتصير هيك. لك شيليها بايدك. لك يلا قوام تقيلة كتير خالة. يلا 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 قوام روحوا روحوا كبوها بزبالة. يلا لشوف. يلا يلا قوام قوام كبوها بزبالة. يلا لا خليكم تحرموا تكبوا شغلة بالأرض. أنا بفرجيكم افتحيها خلي كبوها. يلا لشوف. يلا 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 كبوها بزبالة لشوف. يلا واحد اثنين ثلاثة. يلا أيوة برافو شاطرين. يلا قوام لمن هدول كلياتهم على السريع. يلا غيوسة الزبالة ما بتسع حبت الزبالة على قدها لمينا ما بتسعوا. يلا لمون يلا بتسع بتسع. يلا زتيها بقلبها. يلا يلا قوام يلا يلا برافو عليكم. يلا يلا كبة قوام قوام. يلا برافو. يلا لم الباقي. يلا قوام يا الله لك. يلا لمو من تمسكت ولا كلمة. ايه مزبوط. يلا كبيهم. يلا لينو يلا قد ما لمينا طلع لي الحوش قد تمليت. ايه يلا برافو عليكم. يلا شطورين بخشونا صار كله نظيف. ماما ماما
وانا اتكسرت صرت عجوز. اخ ظهري. اخ ماما ما عاد لي حيل اوقف. الله يوفقك. لا لك ماما طلع عكازه. بدكم عكازه مو؟ هلا حسيتوا بالشعور عامل النظافه ولا لا؟ حسيتوا بشعوره ولا لا؟ حسينا. تعالوا لاشوف، تعال هون يا خالد. بقى تعيدوا هذا الشيء اللي عملتوه؟ ابدا ولا بحياتنا. من هون ورايح بس تاكلوا وين بتكبوه؟ بزباله. وين؟ بزباله. بقى تعيدوا هذا الشيء؟ لا. اكيد؟ اكيد. واذا عدتوه هالمره بدل اليوم كامل بدي اخليكم يومين تنظفوا الشوارع، فهمانين؟ ايه فهمنا ماما. انتوا كمان يا اولاد لا تكبوا زبالة بالشارع مشان ماما ما تعاقبكم عقاب مثل ما عاقبتنا. ديروا بالكم كبوا زبالة بالشارع ابدا ابدا ابدا، ولا تفكروا بهذا الشيء لانه هذا الشيء خطأ خطأ خطأ. وما لازم كمان نتعب عاملين نظافة لانه هن كمان مثلنا مثلهم، وما لازم نتنمر على حدا. ولا تتوا ممنوع تعيدوا لانه عامل النظافة عم يتعب كثير. ايه حرام، عامل النظافة كثير عم يتعب. عندها زعلت عليه وحسينا فيه. المهم هلا تكونوا انتم تعلمتوا من غلطكم وما تعيدوا هذا الشيء ابدا، تمام؟ ديروا بالكم حدا يعمل مثل خالد ولين وغيث. ها ديروا بالكم. ايوه برافو عليكم يا شاطرين. هلا بدي اخذكم واحممكم لانه عن جد توسختوا توسختوا كثير. كله بسببك. لا بالله بسببي ولا بسببكم انتم؟ بسببك. لا بسببكم انتو، لو ما عملتوا هيك انا ما كنت عاقبتكم هذا العقاب القوي ابدا ابدا. لهون بقى بيكون خلص الفيديو، ان شاء الله تكون عجبكم واخذتوا العبره اهم شيء. ها حطوا لنا لايك واشتراك، ديروا بالكم تعملوا هذا الشيء، وادم وبلال حطوا له اللايك وخالته. بنحبكم كثير.